لك أخي، أنت ما بتمل على قد ما بتشوف الأخبار هون يا أخي، لأنه معلوماتك العامة بتتطور منا من خلال متابعة هاي القنوات. بنسمع مباشرة شو عم يصير بالعالم نحنا. قنوات الأغاني بتسليك صح؟ شو الفايدة من قنوات الأغاني؟ أو مفتاح، أنا بدي أقوم. أنت ما في منك أمل، ما رح تتطور. كل الوقت مجبور أعمل كل شيء أنا. مرحبا. أنت ليش جاية لهون؟ تيجو؟ لأنه أجيت وصي على طلبية. أمي بالبيت. وإذا؟ لا أنا. شبك؟ هي تيجو. مرحبا. ليش واقفة؟ تفضلي فوتي. بس دقيقة، عزمت تفوت لك أمي بالبيت. مين؟ بنتي تيجو؟ تعالي شوفي، أنا ما رح خليكي ترجعي على البيت هيك. يلا فوتي لجوا. المرة الماضية رحتي وما أكلتي، ها؟ أنت رفيقته لصني، لازم قوم بواجبك، إيه؟ يلا يلا قولي، أنت شو حابة تاكلي اليوم؟ خالتي أنا ما أجيت لآخذ شي اليوم. شباب شو قصدك؟ شوفي نحن عاملين حفلة كبيرة عنا بالبيت، إيه؟ لهيك قلت بجي وبوصي على الطلبية، وكمان بدي إياها توصل بكرة المساء. حبيبة قلبي الله يديم الفرح عليكم، قولي لي شو هي المناسبة؟ ذكرى زواج أهلها. شبك؟ أنت شو عرفك؟ هو تيجو خبرتني. خبرتني مبارح صح؟ ايه بالحقيقة خبرته مبارح، خبرته مشان يكون عندك وقت تحضري كل الترتيبات. ها هي البنت كتير لطيفة وذكية، بتفكر كل شي على الأصول. كلنا رح نجي على الحفلة، أنا وأختي وكل العائلة رح تكون موجودة هونيك. رح تكون حفلة حلوة، فينا نجي مو هيك؟ طبعا اتفقنا. لكن ماما كيف بدنا نروح؟ ليش حتى ما نروح؟ نحن عائلة وحدة صح؟ وبدك تشتري لي سار جديد. وين رح تصير الحفلة؟ وبكرة بعد الظهر ولا المساء؟ لا المساء. جيب لي ساري لونه غامق إذا الحفلة المساء، أسود أو بنفسجي. الحفلة رح تكون بتسلي كتير وكلنا رح نرقص هنيك. ماما ماما أنا رح فرجيكي موديلات ساري نازلين جداد، لسه أنت ما بتعرفيهم أبدا. في أزرق وأصفر وبنفسجي وكل الألوان اللي بدك إياها. موديلات الساري، وهو كان يتجاهل هالشي كل ما أطلب منه. هلا صار بده يفرجيني الموديلات. يلا ماما يلا إن شاء الله تكون حفلة حلوة ورح نرقص. أمك عم تخطط إنه تجي بكرة المساء وبدها ترقص، وهنيك ستي بدها تضربني بالعصاية لما أمك تروح. يعني رح يتواجهوا، أنت متخيل شو ممكن يصير بوقتها؟ استني رح أعمل شي. ابني شبك، ابني شو غلط اللي صار؟ لا لا اسمعيني شوي. ايه؟ تيجو أصلاً ما عزمتك على الحفلة حتى أنت تقلي لها إنه كل العيلة رح تجي لعندكم. أنا قلت هيك وقتها كنت عم أمزح، كنت بدي أختبر البنت وكمان كنت عم راقبها لحتى أشوف شو هي رح تتصرف لما أنا بقول هيك. بس شفتها وافقت بسرعة وبسطت كتير كمان. شوف هي بنت كتير طيبة، بس ما بروح بدون عزيمة. لا 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 هي مو عزيمة، هي دعوة. ايه نفس الشيء ابني، معقول روح الحفلة بدون دعوة؟ انا كمان بحترم حالي وهذا لان عندي كرامة، فهمتني؟ ايه لكن شو مفكر؟ انا هلأ لازم روح حضر الطلبية. يلا رايحة. شكرا اخي، وقال لها تيجو كانت رح تكشف الحقيقة. لا 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 صاني قلي شغلة، انت جدي بموضوع تيجو؟ ايه طبعا انا جدي. لا 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 استنى، انت عم تحكي معي عن جد ولا عم تمزح هلا؟ شوف اخي، علاقتي انا وتيجو هلا علاقه جديه، هي رفيقه. بس رفيقه؟ يعني اكثر من الرفقه بشوي. يعني انت معجب فيها؟ ايه قصدي وقت بشوفها وبحكي معها برتاح، وكيف بتجي لهون فجأة وبتبلش تحكي بحس حالي كأنه في شيء إجا يعني. خلص أخي بكفي حاجة تحكي بقى. وبالمناسبة فيني أقول لك شغلة؟ عن جد هي بنت كتير مريحة وبتناسبك كتير كمان. عن جد؟ إيه؟ شكراً كتير أخي. بكفي حاجة تنبسط كتير. شو صار لك؟ ارتاح؟ إيه؟ تعا روح دور هنيك. حاضر أستاذ. السي دي اللي بيخص تفاصيل شركة بناء بونا، انتبه منيح. لقيته أستاذ، هذا هو السي دي. ممتاز، وين لقيته؟ كان محطوط هنيك. كيف؟ بس بالدروج كيف هيك يعني؟ عفوا استاذ. ولا شيء ولا شيء، خلينا نروح. يلا تفضل. ماشي. ايه بوني شوفي. اوفي انتي فاضيه فيني احكي معك شوي؟
ايه طبعا ممكن. صاير شي بالشغل؟ لا بالحقيقة أنا ما اتصلت مشان الشغل، بصراحة اتصلت لأسباب شخصية. أسباب شخصية؟ بوني أنت حابة الشغل بشركة أوفيتي للصناعات ما هيك؟ ايه طبعا أوفي، أنا كتير حابة الشغل وكتير فرحانة كمان، حتى بدي منك تشاركيني هي الفرحة. بدك أنا شاركك الفرحة؟ ايه أوفي، أنا هلأ اشتغلت هذا الشغل بفضلك أنت، وكتير ممنونة لأرجون لأنه هو أخدني على عرض التقديمي معه، ووقت قدرت أتعلم كتير. هذا كتير منيح. كلمة منيح ما بتكفي أبدا، أنت لازم تجي. لهيك أنا حابة أحضر لك مفاجأة. مفاجأة؟ بس أوفي ما بقدر أدفع بمكان 5 نجوم، بس أنا متأكدة أنك رح تحبي هالمكان، لهيك لا ترفضي وتعي بسرعة. ماشي، لك أنا بعتيلي اسم وعنوان الفندق برسالة. ماشي يلا رح أبعت لك. أنا كتير مبسوطة وأنا فرحانت لك عشو؟ لأنه زواجك هلأ صار له شهر. ما حسينا قديش هالوقت مر بسرعة. بالمناسبة أنتوا الاثنين مبسوطين؟ ايه مبسوطين. أوفي هاد هدية أرجون. هاد ألماس؟ حلو مو؟ ايه بالمناسبة مع مرور كل هالوقت انتي وأرجون صرتوا تعرفوا بعض أكتر ما؟ بس أنا بعرفه لأرجون كتير منيح. متأكدة؟ لا كنت عم أحكي يعني بشكل عام. يلا كلي. بس يعني ليش كنتي عم تسأليني؟ أوفي بالحقيقة ما بعرف شو كانت نواياها بالضبط ورا هالشي اللي عملته، بس بتتذكري وقت رحت أنا وأرجون مشان العرض؟ بهداك اليوم أوفي اتصلت كتير بأرجون، كانت عم تبعت له رسائل، قلت لها مرة أنه أرجون مشغول بالاجتماع بس هي ما سمعت مني وضلت تتصل فيه. بس أرجون ما حكى لي شي بالمرة. ايه هو ما رح يحكي لك. أوفي بقصد ما بدي انه تحسي بعدم الامان والاحباط بسبب هالشي. تعرفي أرجون هو إلك بس انتي لازم تتأكدي انه مخلص إلك. شو قصدك؟ قصدي انتي مرته، لهيك لازم تعرفي وين بيروح ومين بيشوف. بس بوني انا اللي بعرفه انه هو ما بيشوف غير العالم يلي لهم علاقة بالشغل. ماشي بس ايه اكيد فيك تعملي هالشي، فتشي موبايله مره كل فتره. موبايله؟ ايه أوفي انتي بتكوني مرته ومن حقك انه تفتشي بموبايله. هلا فكري بموضوع بوفي، خبرك شي؟ لا صح، انا يلي كنت هنيك وانا يلي خبرتك، بس ما رح كون انا موجوده على طول وما في حدا تاني ممكن يساعدك. أوفي عم أحكي هالحكي لمصلحتك، مو مشكلة إذا ما حبيتي تردي علي، بس إذا احتجتيني أنا موجودة وعلى طول. ماشي أكيد هو ارتكب الجريمة ولازم يتعاقب. ليكي جانا تشموخ، كل هذا اللي صار بسببك، أمي انسجنت بسببك أنتي، ما رح أتركك بحالك. أوعى تحكي كلمة تانية عن أمي، أمي عملت كتير شغلات بحياتها كرمالي، وبس هي إلى الحال فيني، وكل حياتي بس هي رح يكون إلى حق. جانا، جانا الساعة 12.
ايه تأخر الوقت كتير. يلا جانا الساعة 12. ايه شو حبيبتي انتي نسيانة شو اليوم؟ عيد زواج سعيد. انت ليش زعلانه؟ مالك مبسوطه؟ مو هيك القصه مازن. انا مبسوطه بس كتير عم بيصير مشاكل بحياتنا لهيك جانا. المشاكل بتجي دائما. انت طلعي على الجانب الايجابي من حياتنا. رجعنا التقينا بعد 18 سنه، رجعنا لبعض، عيلتنا كلياتها معنا اليوم، والمشاكل بتبين كتير صغيره قدام هي الفرحه. جانا ما فينا نتجاهل الفرحه بسبب هي المشاكل يلي عم بتصير معنا. رح يكون ظلم كبير بحق هي السعاده. نقطع الجاتو. عيد زواج سعيد. شكرا لك مازن. انا حابه اطلب منك طلب. ايه قولي. انا بعرف مازن انه اليوم كتير مميز لنا، بعد سنين طويله نحن عم نحتفل بعيد زواجنا، بس فيني اقول لك شيء؟ انا ما بدي احتفل فيه ابدا مازن، لانه انا مو مبسوطه من جوا. لهيك اذا بتسمح. مو مشكلة، خلص مثل ما بدك. إذا مو حابة إنه نحتفل بهاليوم هاد لكن ما رح نحتفل. شكرا. المخدة. صباحي على خير. وانت بخير. آسف أستاذ، عم بزعجك بهذا الوقت المتأخر. اتصلت بس لذكرك إنه بكرة الصبح رايحين على بونا. لا، السيد أرجون نايم هلأ وما بتوقع إنه رح يقدر يحضر أي اجتماع بكرة. ولا تتصل كمان بكرة الصبح. بس مدام لك بدي منك تلغي كل الاجتماعات تبع بكرة الصبح لأنه السيد أرجون تعبان. عفوا بس يا مدام نحن لو سمحت لا ترجع تتصل وتزعجنا مرة تانية. حاضر مدام.
ايه اكيد فيكي تعملي هالشي. فتشي موبايله مره كل فتره. شو القصة؟ مازن هاي الصورة. ماما ورجتني هاي الصورة إلك أول مرة. هاي الصورة قديمة كتير، أنت لسه محتفظة فيها؟ مازن هاي الصورة كتير مميزة عندي، لأنه أنا شفتك بهاي الصورة تاني مرة، لهيك مميزة. تاني مرة؟ إيه. لكن إمتى شفتيني أول مرة؟ معنك متذكر؟ كانت عم تمطر كتير وانت اعطيتني شمسية، وبعدها انت اجيت على بيتنا مع ابي، انت انقذت حياة ابي. لكن هي اول ذكرى عندك بتخصني. تعرفي شو اول ذكرى عندي بتخصك انت؟ شو هي؟ نفسها تبع المطر. انا كمان شفتك اول مرة، وبعدها انا شفتك كتير بس ما قدرت أحكي معك. وكمان وقت تزوجنا كل شي كان تمام، كمان بعدها صار مشاكل كتير بيناتنا، صار في سوء تفاهم وبعدين انفصلنا وبعدها تزوجنا. وقت تحدد زواجك أنا كنت خايف من جايوانت وزواجي تحدد من شرفاني، بس نحن تحدينا عيلتنا وتزوجنا لأنه منحب بعض، لأنه كنا منعرف يلي عم نعمله هو كان الصح. ما كان عندي بيت نسكن فيه، بلشنا نعيش بالشوارع وكنا ننام جوعانين، بس حتى وقتها نحن ما بعدنا عن بعضنا. ووقتها ماما قبلتك وإجينا على هذا البيت وبلشت حياتنا الزوجية. وبيوم من الأيام إجا ساشو، وبعدها ابن أخي المرحوم ساشين هو صار ابننا وصرنا أهله. وقتها حياتنا مشيت للمرة الثانية وسهام بلش فيها، وبعدها كمان تيجو وأوفي دخلوا حياتنا وكل شي كان عم يمشي بسهولة. كان مبين إنه كل شي رح يكون منيح بالمستقبل، بس فجأة إجوا هدول 18 سنة الصعبين يلي قضيناها ونحن بعاد عن بعضنا. ضلينا 18 سنة متأملين إنه نعتذر من بعضنا، بس ما حدا منا أبداً بادر بأي خطوة. مازن، بتعرف ليش؟ لأنه أخطائنا كانت كبيرة، حتى الاعتذار كان صغير قدامه. يمكن نحن عطينا أهمية كبيرة لأنانيتنا على حساب علاقتنا. إيه جانا، خلص لي راح راح، بس هلأ ما رح اسمح إنه يصير أي سوء تفاهم بيناتنا ويبعدنا مرة تانية. أنا
بابا؟ 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 تيجو؟ تيجو؟ ساشين؟ ساشو؟ وين راحوا الكل؟ سعيد زواج سعيد ماما وبابا زواج سعيد إلكم. نتمنى لكم الخير. نتمنى لكم الخير كل العمر. عيد سعيد ماما وبابا. شكرا شكرا عن جد بتشكركم كثير. بوردي الجاتو. بس امي هذا الجاتو ليلي شو في داعي له هلا؟ نحن بلا بابا طبعا في داعي، انتو صح قطعتوا الجاتو بس هذا منا نحن لانه كمان ايه؟ نحن يلا يلا الجاتو. يلا بسرعه جيبوا الجاتو بسرعه. أنا تيجو ما كان في داعي. هاي الهدية مني لك عم. أوفي أوفي أنا رايح. أوفي أنا رايح ماشي. اسمعوا أنا طالع من البيت، أنتوا كونوا على الطريق ماشي. بس أستاذ. بس شو أستاذ؟ مشان الاجتماع. أي أنا اتصلت فيك مبارح المساء ومدامتك قالت لي ألغي كل الاجتماعات اليوم. شو؟ أي أستاذ ماشي. بتعرف شو؟ نحن ما تأخرنا، رجع ضبط كل المواعيد أنا جاي. أستاذ ما في داعي نرجع نعيدهم، أنا ما خبرت العملاء عن إلغاء الاجتماعات اليوم أبدا. ممتاز كتير منيح. لكن يلا اطلعوا رح لاقيكم بعد شوي بشوفكم ماشي. بابا فايق بكير، صباح الخير. قلت لحالي ابني رايح عنده اجتماع الصبح بكير فأنا لازم اتمنى له كل الخير وكون برفقته. شكرا. أوفي كانت نايمة لهيك قلت لازم أكون جنبك. يلا الحليب. حليب؟ أنا كمان مشتاق لأمك، لازم تكون موجودة هون. بس بما أنه هي مو موجودة فأنا بعملهم، عم حاول أعوض عنها. بالمناسبة بتعرف بابا ما بتوقع أنه أنت خلتني شي مرة أحس أنه أمي غايبة. بس لو أمي كانت هون أكيد كانت رح تضيف شوكولا. بس أنت بتعرف ليش أنا بضل بذكرك بأمك على طول؟ ليش؟ لأنه أنا تعلمت هذا كله منها. أنا ما كان عندي أي فكرة كيف أتعامل مع العائلة ولا شو هي القرابات. لو الموضوع بيرجع لي ما كنت عملت كل هالشي، لأنه أنت رايح على اجتماع ومانك ولد صغير. لا 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 بابا، أنا بحاجة لرضاك ونصيحتك كتير قبل الاجتماع مشان أتوفق. أنا بحاجتهم هلأ. ولد مشاغب حضل، أتمنى لك الخير على طول. شكرا بابا. ماشي أنا جاهز امشي. إين لك ابني حبيبي صني؟ اللي لوين رايحين ومستعجلين كل هالقد؟
في حفل اليوم المساء. ايه ونحن عم نحضرها مع بعض. هيك؟ شو هالحكي؟ بس نحن أصلاً بلشنا بالتحضير من زمان، نص الوجبات صاروا جاهزين، وبتعرف كمان إنه كل أغراض الأكل تقريباً صاروا جاهزين على الآخر. حلو. إيه من الصبح أختي عم تشتغل نفس الشغل، وأنا كمان كنت. أمي. شو؟ ما قصدي تقديم الأكل. لك؟ هي تيجو بحاجة مساعدتي بالتزيين. لهيك قلت باخدها لعند مصمم بعرفه وبوثق فيه يعني. أيوة. وكمان رح تاخد حسمة مرتب. قلت لي حسم؟ بهالحال اسمع مني، بتعرف ديليباي ما؟ خلص خدها لعنده لكان، هو أشطر واحد بهي الشغلة، ما في أشطر منه. بعرف مين أشطر واحد بهي الشغلة، ارتاحي انتي بس. ماشي؟ أنا رح أخذ تيجو على المكان المناسب. انتي بس فكري بالمحل وبالشغل. المحل؟ العمى ايه والله ذكرتني بالمحل، والله أنا صار لازم روح على المحل بسرعة، أختي عم تشتغل لحالها بالمحل من الصبح وأكيد ما رح تنبسط إذا تأخرت. بس حبيبي قلي شي، كيف بدي روح أنا؟ لأنه بكتر حكي بس يشوفني وبيبلش يقول حاجة تحكي أنا لازم روح، شو عم تستنى؟ لك روحوا مشان أقدر أنا روح على المحل. سمعي تيجو، خبريني إذا احتجتي أي شي ولو شو ما كان يكون، رح رتب كل شي بوقت قصير. شكرا كثير لك. العفو، أهلا وسهلا. يلا سلام. أهلين، بشوفكم. أه يا ربي قديش في شغل ناطرني. مدام ارتاحي ولا تتوتري، رح نكون مسؤولين عن كل التزيين، صاني هو زبون دائم عنا وانت اجيتي معه، لهيك رح اشتغل واعتبر مناسبتكم مناسبتي. شكرا كتير لك، بس مشان المصاري. لا هو... لا تقلقي، هو اكيد ما رح يكلفك كتير، انا بحكي معه ورح نخبرك بالمبلغ. شكرا اخي، تفضلي. شكرا كتير، هالشي كله صار بس بفضلك، لأنه أمنت لنا مصممين محترفين لهالمناسبة. بس الشكر لحاله ما رح يكفي. شو قصدك؟ قصدي أنه الشكر لحاله مني ما رح يكفيني. يعني شو قصدك؟ يعني أنا ساعدتك بطريقة ممتازة صح؟ ولهيك بالمقابل لازم تعملي شي كرمالي. شو اللي لازم أعمله كرمالك؟ يعني مثلا الشي اللي أنا بحبه. وأنت شو اللي بتحبه؟ القهوة. لازم تعزميني على قهوة. حلو، لكن كنت عم تحكي عن القهوة. اي بقصد هذا رح يعطينا حجة لنقعد شوي مع بعض ونحكي. استني لحظة، ما فهمت ليش سألتيني بهي الطريقة، يعني إذا عم أحكي عن القهوة شو فكرتي؟ لا لا ما فكرت شي أبدا. تيجو لا تكذبي، تعابير وشك عم تحكي شي تاني. أي تعابير هاي؟ أنا ما كنت عم فكر هيك. عن جد؟ طيب قلي لي لو سمحتي، يعني ما كنت عم فكر بشي. ماشي لا تقولي، كذابي رقم واحد. نمشي؟ تفضلي يلا. أرفي تعالي. شو في ستي؟ أي ساري حلو بين هدول، ما عم بيعجبني شي منهم. أي ساري أحلى؟ أي واحد؟ ستي جربي أول واحد. لا ما حبيته. ما بعرف. تعالي رح نختار ورح نجبرهم واحد واحد، تعي مشان ما يسمعونا. لحظة لو سمحت. ألو؟ ألو مرحبا، صانيتي جو عم تحكي. كل الترتيبات جاهزة ما هيك؟ أكيد جاهزة، وقت بيكون صاني موجود الشغل بيجهز قبل الوقت. تمام لا تخافي أنا موجود. أنت بس عليكي تلبسي لبس حلو وتكوني على الوقت. لا تخاف رح جهز حالي، أصلاً هذا آخر هم عندي، بس لأقلك هلأ لازم أنه نطلع ماما وبابا لبرا البيت بشي حجة. ما رح نقدر نعمل شي طول ما نون قاعدين بالبيت صح؟ حالياً ما لازم يكتشفوا نحن شو خططنا، وقلك إشي رح يروح على الفاضي. تيجو معي. إيه؟ ما لازم يحسوا إنه إجباري بدنا نطلعهم برات البيت، ما لازم يحسوا هيك شي. شو بدي أعمل مع هالبنت الطايشة؟ إلي شوي وأنا عم بطلب منها تتصل بأوفي، بس على طول مشغولة على تليفونها وعم تلعي. قربي تعي لقلك. فكرة منيحة. اتصلي بأوفي وخبريها تجهز حالها بسرعة مشان ما تأخرنا. إيه ونحن رح ناخدها بطريقنا ونحن رايحين. إيه حكيها لشوف. إذا بدها تضل على الآن على موبايلها هيك الحفلة اليوم ما رح تصير، لسه باقي شغل كتير أنا فايتة لجوا أحسن. استنى. ماشي انتو وين مخططين تروحوا يا عرسان؟
اي خطة امي؟ الله اليوم عيد زواجكم لتكون نسيان هالمناسبة. شو ما بدكم تطلعوا لمحل؟ قصدنا لازم تكونوا مخططين لشي شغلة مثل انه تتابعوا شي فيلم او تروحوا تتسوقوا او تتغدوا او تتعشوا بشي مطعم رومانسي. مو مخططين لشي؟ لا مو رايحين لمكان. اليوم بالذات حابين نقضي كل وقتنا مع عائلتنا. هذا هو اعظم احتفال صح مازن؟ ومشان الغداء انا وجانا حابين ناكل اكل بيت اليوم. شو جانا؟ مزبوط مازن، بس عم ناكل اكل بيت كل يوم لشو هالروتين؟ طلعوا كلوا برا يلا طلعوا. امي بهذا اليوم بالذات الخبز والكاري اللي بتعمليهم بالبيت اطيب بكتير بالنسبه إلنا. ايه صح مرت عمي، انا رح ساعدك يلا. ليك مازن اذا مو حابب تروحوا على اي مكان تاني طيب لكن روحوا ادعوا، شو رايك؟ كتير مهم انه تدعوا بهذا اليوم عن جد، شوف كيف رح ترتاح. ايه ضروري. ايه بابا كنا عم نفكر بهالشي لهيك نحن هلا يعني. لا 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 تفكر انت، قوموا وعلى السريع روحوا وارجعوا بعد ما تاخذوا البركات. طيب شو رايك مرت عمي، تعالوا كلكم وخلونا نروح وندعي هنيك. لا لا قصدي ما فينا نروح نحنا، روحوا لحالكن أمي. ليش ما فيكن يعني؟ لأنه أنت شايفة أنه بابا حابب يأكل خبز بالكاري شغل ستي، لهيك أنا وستي رح نحضر الخبز. وأنا رح ساعدك. إيه رح يساعدوني اثنين عدو. مزبوط. ساشين شو؟ وأكيد رح يحتاجوا مواد ليعملوا الخبز بالكاري. إيه معك حق. أنا رح روح على السوق وجيبهم. طيب عمي فيك تجي معي؟ لا لا أنا رجلي عم توجعني ما بقدر أمشي عليها منيح. إيه ما بقدر أمشي لهنيك صعبة علي. إيه خلاص أنتوا اتنين روحوا. ماشي بابا. أمي البسي الثياب اللي اخترتهم رح يطلعوا بجننوا. ماشي. وأنا رح جهز حالي. ايه اوفي. الو ارجون اللي كيف كان اجتماعك؟ ايه الاجتماع كان منيح. ايه ماشي حاله. وبالحقيقة حكينا مع مزودين جداد ليحلوا مكان مزودي المواد الاولية اللي عنا، وبتمنى هذا الشيء يكون مفيد لمشروعنا الجديد. يلا خلينا نشوف. الاجتماع طول، كان اطول من غيره بس بعتقد انه بيستاهل. ايه لك ارجون كل هذا منيح، بس قلي اليوم امتى فيك توصل على الحفلة ارجون؟ ايه على الحفلة انا بعتقد اني متقيد حسب العجقة، ما بعتقد اني رح اقدر انه اوصل قبل المساء، بس رح حاول اوصل باقرب وقت ممكن لعندكم. بصراحة ارجون أنا كنت عم أقول إنه لازم نروح على الحفلة سوا. ماشي بس مو مشكلة أنا رح روح لحالي. طيب ليك أرجون حابة أحكي معك بموضوع كتير مهم. ليلي شو هو؟ أنت رحت الصبح بدون ما تقلي أي شيء. شو قلتي؟ أنا جيت لعندك الصبح. قصدي حاولت فيقك كتير بس أنت ما رضيتي تفيقي أبداً. لا أرجون مو صح، أنت ما حكيتني أبداً. أوفي أنت كنتي نايمة وما بظن أنك متذكرة. ماشي طالما ما حسيت أنا آسفة. يلا مو مشكلة. أرجون أنا حابة أسألك سؤال. إيه اسألي. خلص انسى منحكي بس تجي لهون بيكون أحسن. أوفي أنت فيكي شي؟ شو القصة؟ لا ما في شي نحكي بعدين، بس تجي على البيت أحسن. ماشي. بالمناسبة كيف ماشي تجهيزات الحفلة؟ كيف الوضع هنيك؟ منيح بس في شوية توتر. توتر؟ أي توتر؟ عادي إنه ماما وبابا ما لازم يعرفوا شي عن هاي الحفلة. وأختي تيجو كتير متوترة. متأكد إنه رح تقدروا تدبروها لا تقلقي. أرجون ليك أنا بحكي معك بعدين، معي اتصال تاني. طيب ماشي ماشي يلا. ألو 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 أوفي أوفي
أنا آسفة، ما كنت حابة إزعجك بتليفوني. عادي، كان معي خط تاني. قولي لي شو بدك. شوفي أوفي، هي ستي قالت لي دقلك مشان أسألك إذا بدك تروحي على الفندق فوراً من البيت ولا منمرق ناخدك نحنا. لا، بجي لحالي. بس كيف بدك تجي لحالك؟ أرجون مو معك كمان. شو؟ شو قلتي؟ أنت شو عرفك إنه أرجون مانو معي؟ أوفي، نحن هداك اليوم وقت خططنا لاحتفال عيد زواج ماما وبابا، أرجون قال للكل إنه رايح على أبونا عنده اجتماع. أيوة، متذكرة. تعرفي بورفي؟ مو كأنك. تتذكري أمور أرجون أكتر مني؟ غريبة مو؟ شو أوفي؟ أنت شو قصدك تقولي؟ قصدي تبعدي عن زوجي وفوراً، فهمتي؟ وهذا بيكون الاتفاق يلي عملناه مع راشا راو بسنغافورة. لازم نتبع نفس النموذج. عمي دي كي ما عم بيرد على التليفون. ليش ما عم يرد على التليفون؟ أنا رح حاول. شو رأيكم؟ المهم أنا زنكم. ألو؟ مازن، أنا مشغول شوي، بحكيك بعدين. مرحبا ديكي، معك دامودار. ممكن أحكي معك دقيقتين بشي مهم كتير؟ الموضوع ضروري. قلي، تفضل. اليوم بيصادف عيد زواج جانا ومازن، هي عم قلك لهيك كلنا نحن والولاد جهزنا لهم حفلة لتسعدون. وبصراحة بالزور قدرنا نطالع جانا ومازن من البيت لفترة محددة، كل هاد بس كرمال ما يعرفوا شي عن الخطة اللي براسنا، ومشان يكون عنا وقت منيح لحتى نكمل شغل. فأنا حابب كلفك بمسؤولية مهمة. فهمت علي. شو هي؟ انت بوقت معين لازم تجيبهم على الفندق بشي طريقة، وانتبه ما لازم يعرفوا بهاي الحفلة بنوب، يعني قد ما فيك كون حذر. بس أنا كيف بدي جيبهم لهنيك بلا ما يعرفوا؟ أنا رح أقلك كيف. ماشي، لا تقلق سيد دامودار، طلبك رح يتم. يسلموا. مازن، نحن صحت لنا هالفرصة بعد 18 سنة إنه نحتفل بعيد زواجنا مع بعض. كنت دايماً أطلب هالشي من الله، ولكون صادقة ما بدي أي شي تاني. أنا صار عندي كل شي بدي إياه بحياتي، بس بدي إياك تكون سعيد معي ومرتاح بحياتك، وولادنا يكونوا مبسوطين، وعمي ومرت عمي. ما بدي شي تاني ولا أي شي. نمشي. شو القصة؟ تتذكري جانا محل الخبز بالكاري؟ أكيد بتذكره منيح. ومعقول أنسى؟ كم صحن من الخبز بالكاري أكلنا هون؟ وكنا ناكل بكل عيد زواج لإلنا. تعالي خلينا ناكل. لا لا، مرت عمي حضرتهم بالبيت. ايه كمان رح ناكل اللي عملتهم، بس لازم ناكل واحد، يعني اتنيناتنا سوا. اعطينا صحن لو سمحت. وتوسع فيه كمان. هذا اتصال من الأستاذ ديكي، ادفعي الفاتورة. ايه؟
ألو، عيد زواج سعيد مازن. أنا آسف. ما لازم أقول لك هالشي بعيد زواجك، بس بصراحة طلع لنا شغل جديد. بعتقد ما حدا غيرك بيقدر يعمله. شوفي أستاذ، قلي. تتذكر السيد تومسون؟ إيه بعرفه أستاذ، شو صار معه؟ هلأ هذا السيد موجود بالهند، واحدة من صفقاته مشي حاله، ولهيك هو مبسوط وحابب إنه يعمل حفلة، وبده أنا وياك نروح نحضر الحفلة تبعه. ولكون صريح، أنا صعب علي شوي روح، لهيك فيك تروح أنت لهنيك؟ حاضر أستاذ، أكيد رح روح. حلو كتير. طيب شو رأيك تاخد جانا معك كمان؟ بما أنه اليوم عيد زواجك، وأنا برأيي ما في داعي تضل لحالة بالبيت بسببي. أنا ما رح يعجبني هيك، وبعتذر على الإزعاج. وصل له اعتذاري. مو مشكلة، ولا يهمك. أنت بتعرف نحن شو بنعمل بهذا اليوم. بالأول منروح مندعي، وبعدين منطلع السوق ومناكلنا شي أكلة ومنقضي شوية وقت سوا. اطمن أستاذ، رح روح لهنيك فورا. شكرا مازن، شكرا كتير لك. ماشي أستاذ. هذا الأستاذ ديكي، عنا زبون اسمه تومسون، عامل حفلة اليوم، لهيك لازم نروح لهنيك. منروح بس ما منتأخر. شو هاد؟ لك اتحرك يلا ساشو. يا ساشو. ايه ستي. يا ابني شكلها الزحمة كتير رح تطول هيك، ونحن رح نتأخر وما رح نوصل بسرعة. ما كان عندهم خبر الجماعة انه حضرتك رح تمري من هالطريق، وإلا كانوا فضولك خط لألك لحالك. اسمع يا ختيار، اقعد تحكي ولا كلمة احسن لك. عن جد الزحمة كتير مزعجة. لا تعلق على حكي وتضايقني من دون شي طالع خلقي ومزعوجة. ساشو حبيبي، قلي قديش بدنا وقت لسه؟ ما رح يبين معي لتخلص العجقة ستي. شو طيب حكي؟ إذا العجقة طولت هنن رح يوصلوا قبلنا. شو العمل؟ تيجوا. أهلين أختي، كيف؟ كتير زحمة، ما رح يمشي الحال هيك أبداً معنا. وين صرتوا؟ تيجوا شو؟ ما عم بقدر أسمع منيح، شو عم تقولي لي؟ ليش في ضجة عندك كتير؟ خلص بعدين ما لحظة. شو بدنا نعمل؟ شو بدكم يا جماعة؟ اسكتوا شوي، بدنا نسمع. آسفين. ايه سألتك وين صرتي؟ أنا وصلت على باندرا، وبعد شوي رح أوصل على الفندق. أنتوا وين صرتوا؟ نحن قاعدين بالعجقة بالطريق، وبصراحة كمان خايفين أمي وأبي يوصلوا قبلنا. شو قلتي؟ وليش طلعتوا متأخرين من البيت؟ خلص بحكي لك بعدين، بس ليكي إذا وصلتي قبلنا بتلاقي واحد اسمه صني، ماشي؟ اقبلي مساعدته، أكيد رح يساعدك. صني؟ مين هو هذا صني تيجو؟ قصة طويلة بحكي لك ياها بعدين، بس خليه يساعدك أول ما توصلي، ماشي؟ طيب أختي، أول ما وصل لهنيك رح شوفه. بس إنه إذا وصلوا ماما وبابا قبلنا لهنيك، شو هالمفاجأة هي يعني؟ لك نحن على الطريق وعلقنا بالزحمة، رح نوصل لهنيك أول ما يفتح الطريق، وأنتي بس توصلي دغري خبريني. طيب مو مطولة لحتى أوصل، حاولوا ما تطولوا كمان. إيه؟ إيه ماشي، مع السلامة. طيب مع السلامة. أخي لو سمحت استعجل، هي تيجو مو طبيعية. مازن أنت حكيتهم؟ إيه بعد ما اتصل فيني الأستاذ دي كي، دغري اتصلت بأمي جانا. هذا هو المكان، بس مالي شايف حدا أبداً. نفوت ونتأكد؟ عفواً منك أستاذ، أنتوا ما فيكن تفوتوا من هون، دخول حالياً مو مسموح فيه. مو هذا المدخل الرئيسي؟ مزبوط، بس في أمر من الإدارة أنه ما حدا لازم يفوت من هالمدخل، ولو مين ما كان خلص صفوا السيارة وفيكن تفوتوا من هالبواب. لا يمكن ما فهمتني، السيد تومسون عامل حفلة ونحن معزومين عليها، نحن ضيوفه، رجاءً قل له يفتح الباب. آسف ما فيكن تفوتوا. مازن مو مشكلة، منصف السيارة ومنجي. طيب خلص نحن رايحين على الموقف. بشكرك، شكراً أستاذ. صف بالموقف. مازن ما في حدا هون، جايين على المكان الصح يا ترى؟ ايه الأستاذ ديكي هو اللي أعطانا العنوان. طيب
بلكي بغير قاعة، تعال نتأكد. يمكن وصلنا بكير وما حدا وصل لسه؟ ماشي، خلينا نطلع لكان ونتأكد برا. يلا. لا، انتو جايين على المكان الصح. شو اللي ونحنا كمان وصلنا بالوقت الصح. قصدي اجيتوا على المكان الصح بالوقت الصح. شو؟ شو؟ انتو شو عم تعملوا هون؟ عموديكي طلب منكم تيجوا لهون صح؟ بصراحة نحن قلنا لعمو يقلكن هالحكي. نحن سوينا لكم مفاجأة. مفاجأة؟ الضو؟ جانا، آسف، أنا ما كنت بعرف إنه مخططين لهذا الشيء. أنا رح روح وأحكي معه. لا مازن، مو قلت إنه لازم نتطلع على الجانب الإيجابي بالحياة؟ وهيك رح نعمل. شكراً إلكن. أمي، هلأ أنا فهمت عليكي، مشان هيك ضليتي تقليلنا يلا طلعوا طلعوا. شو؟ عندي مخزكي أنا، لأنه لو إنكم ضليتوا بالبيت كانت مفاجأتنا خربت وراحت على الفاضي كلها ياتا. ما كان في قدامنا وقت كتير، ومشان هيك عملنا هيك شغلة صغيرة. لا أبداً، هي مو شغلة صغيرة، هي شغلة كتير مهمة وكتير انبسطت إنكم كلكم سوا عملتوا هيك مشاننا. جانو، بتمنى لكم السعادة بعيد زواجكم يا رب. أمي، وأنتي كمان مشتركة؟ طبعاً لك، يعني بعد كل هالسنين السعادة رجعت لحياة بنتي جانا، فمو لازم بقى كون أول وحدة بتحتفل معها؟ طيب، وهلأ يا جماعة صار الوقت نقدم لكم شي صار بمساعدة ستي وجدو وستي التانية. بابا، ماما، بتمنى العرض اللي عملناه يعجبكم. أمي، بس هالصور قديمة كتير. ايه، هذا شغلنا كلياتنا. حبيتوا العرض؟ كثير حلو. طيب، بتمنى يكون العرض عجبكم كلكم. في شنو موجود هنيك؟ لا لا، هو هنيك ليكم. أكيد هو ارتكب جرائم ولازم يتعاقب عليها. انتبهي، أنا ما بسمح لك تقولي كلمة واحدة عن أمي، لأنه أمي عانت وتعبت كثير بس مشاني، وهي الوحيدة اللي إلها حق علي. جانا، شبه؟ ليش الدموع؟ لا، ولا شي مازن. كل شي تمام؟ ايه مازن، ما في شي. يمكن لأني مبسوطة. ساتھیا تو نے کیا کیا بے لیا یہ تو نے
ना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे अर्जुन امتى جاي لهون شي ساعتين ثلاثه اوفي كون خلصت لسه ساعتين ثلاثه أرجون حاول تجي أبكر شوي ماشي؟ ماشي أوفي فيكي شي؟ ما فيني شي ليش عم تسألي؟ لأنه الكل عم يرقصوا هون ويتسلوا أنت ليش لحالك؟ ما في شي جيت أتصل بأرجون هنيك عجقة وما رح أسمع أو هو جاي صح؟ أي بس رح يوصل بعد شوي ماشي إيه لأنه إذا ما إجا لهون رح تصير مشكلة مشكلة؟ إيه إذا ما إجا الكل رح يفكروا إنه لسه في شي عم يصير بينه وبين بورفي لهلأ وإنه هو عم يتجنب بورفي مثلا بوني أنا بعرف منيح من هو أرجون بس عم يحاول قد ما بيقدر ينسى بورفي بس بورفي هي اللي ما عم تخليه ينساها شو قصدك؟ أنا مرة شفت موبايل أرجون إيه ما قدرت أفهم منيح القصة بس إنه يعني في رسائل أنا فتحت الموبايل وشفت سي دي بونا؟ إيه هو ببونا في كتير شغلات صارت بوقتها يعني ما لازم قلك صعبة القصة بس يعني كانوا هنن الاثنين بغرفة بالليل لحاله أوفي ما فينا نعرف شو صار هنيك ما بحكي على أرجون شي مو منيح أبدا أنا بقصد أرجون هو شخص كتير منيح وهو إلك أنت وهيك رح يبقى بس من لما فاتت بورفي على حياتك خربتها كلها حياتك أوفي تغيرت أوفي ما عم أفهم ليش أنتي عم تتحملي هالموضوع ليش عم تخبي غضبك كله جواتك وأنتي مانك غلطانة بهالقصة هي أنتي الضحية والمذنبة بينكم بورفي أوفي اسمعي مني هلأ معك كل الأدلة إيه؟ يلا روحي واجهي بورفي بالموضوع فيكي تثبتي ببساطة أنه غلطانة أنت ليش عم تقبلي هيك أنه تدمر لك حياتك الزوجية؟ عم تخطف حب حياتك وأنت ما عم تقولي شي؟ أوفي أنا بعرف أنك كتير منيحة وطيبة بس رجاءً انسي هالصفة لكم دقيقة بس وخليني قلك شغلة بورفي ما رح توقف ألعيبة أبداً لحتى تفضحيها اليوم وقدام الكل وتنكشف قدامه هاي فرصتك أوفي يلا روحي واجهيها هاي الطريقة الوحيدة بس لأرجون وبورفي هلأ تنتهي علاقتهم هاي الغرامية اليوم ما حدا رح يقدر ينقذك ابدا خسرتي يا حلو هلا أرجون صار جاهز للزواج اوفي انا عم اعمل كل هالشي كرمال امي وبس وهي عم رجالك حبك الك اوفي شو بلش الاجتماع؟ لا مدام، لأن الأستاذ أرجون لهلأ ما وصل. شو؟
بتعرفي في كتير صور للأستاذ أرجون وبورفي وهنن مع بعض. لو إنه مثلا أنت وبورفي ما شفتوا بارشا بالمون ما وصلنا. بصراحة أنا استلمت بطاقة عرسكم من فترة، بس كنت بضيعتي بوقت عرسكم. هيك ثنائي حلو عزموني على عرسهم، وللأسف ما قدرت أكون جزء من هاللحظة الحلوة. الله يحميكم أنتوا الاثنين، وبدعي لكم إنه ما يجي أي حدا يفرق بيناتكم أبدا. هذا الشي بورفي فوق كمل كل شي. انت وعدتيني وعد، متذكرتي لوعدك ولا نسيتي شو هو؟ ايه اوفي، انا بتذكر. انا رح احكي. انت قلتي وقتها انك رح تضلي بعيدة عن ارجون مو هيك، وانه بحياتك ما رح ترجعي تتواصلي معه. فشو هذا؟ طيب ليش عم تضلي تتصلي فيه وتبعتي له رسائل وتتوعدي انك تشوفي على طول؟ قولي يلا. لا أوفي، أنا ما بعثت له أي رسالة. لك خلاص. تعرفي أنتي مانك غلطانة، هذا كله كان غلطي أنا. بهداك اليوم لما التقيته بالمول لدوروا على غالي بارشا، أنا كان لازم أسألك وقتها شو كنتوا عم تعملوا سوا أنتوا الاثنين هنيك؟ بس ما في حدا سألك شي وفكرتيني مثل كل الباقيين. ما فهمت عليكي شي. لا، انه عم تلتقي بالسر مع زوجي من ورا ظهري. شايفتيني غبية مثلك؟ بنتي خلص بقى بكفي، ليش هيك عم تعيدي الشغلات القديمة؟ اوفي بنتي انسي كل الماضي وريحي حالك. لا ستي، بس تكرمي رح انسى لما لاقي اجوبة على كل اسئلتي. شو بك ساكتة؟ احكي يلا. اوفي ما كان عنا هيك نية وقتها، صدقيني. طيب أنا رح أفترض إنه ما كان في عندك هيك نية، بس بدي جواب على سؤال واحد. قديش مكتب بابا بيبعد عن المول؟ أوفي شو بك؟ ليش كتير عم تفكري بورفي؟ أنا اللي رح جاوبك. مكتب بابا بيبعد عن المول يا دوب دقيقتين ثلاثة وبس. بس أنت شو عملتي؟ ما اتصلتي ببابا، اتصلتي بأرجون وقتها. ليش؟ شو؟ لأنك عم تدوري على حجة لحتى تشوفي. يلا بلشي مثلي قدام الكل إنك المنيحة، بس لا تمثلي هيك قدامي لأني كاشفتك. لا بس بدك حجة لحتى تشوفي أرجون بالسر. أوفي شوفتي لأرجون بالمول كانت بالصدفة. فجأة لمحت خالي بارشا بالمول وكان بدي أرجون إنه. أي ماشي، لنفترض إنك اتصلتي فيه لأنه ما لقيتي غير هذا الحل. بس ليش لا تبعتي له رسالة على تليفونه وتقولي له يجي يشوفك ضروري؟ ليش؟ أوفي أنا بعثت رسائل واتصلت فيه. إيه؟ لأنه بصراحة أنا ما كان بدي أهرجن، ما كان بدي يشهد ضد أخي سهام بالمحكمة، لأني ما كان بدي أخي سهام يتعاقب أبدا. وحكيت بالقصة لكل اللي بالبيت بس ما حدا سمع مني. بس كنتي متأكدة إنه أرجون رح يرد عليكي مو هيك؟ أنت كتير واثقة في بورفي. هو زوجي وما عندي هالثقة فيه، بس أنت عندك كل هالثقة في بورفي. طيب
هلأ رح صدق هالكذبة اللي عم تقوليها. والسي دي تبع بونا شو كل هالرسائل؟ طيب مزبوط اللي عم نسمعه؟ شو هو السي دي؟ لو سمحتي يا بورفي، لساتك عم تعملي حالك بريئة قدامهم؟ عشان الله انت ليش دائما بتعملي هيك؟ بتتصرفي هيك على انك بريئة ونظيفة قدام الكل هون، وانا مجبور اتحمل كل شي بيجي من وراكي. انت بتكسبي كل التعاطف منهم، وانا بضل عماني من المشاكل معكم. ليش هيك؟ بكفي اوفي، لشو هذا الحكي؟ ليكي بنتي، ما في شيء ابدا عم بيصير بين ارجون وبورفي مثل مالك متخيله انت. حبيبتي ظروف صارت وجبرتهم انه يلتقوا مع بعضهم. ايه انجبروا يحكوا ويتراسلوا سوا، بس ما عم بيصير شيء بيناتهم وما في داعي لكل هذا الشك. لا بابا، اليوم بدي اجوب على كل اسئلتي وبدي اعرف منها ليش عم تلحق زوجي وما عم تتركه بحاله. ايه انت زوجتينا صح، بس ما خليتي المسافه بيناتكم تنقص. تجي بيناتنا صح مننام بنفس الغرفة، بس نحن منفصلين. هلا بدي اياكي تقولي لي انت ليش عم تدمري لحياتي؟ يا اوفي انت فهمانه القصه غلط. امي انت ما بتعرفي شي عنا، لهي هي بس بتضل تمثل انها بريئه قدام الكل. طيب هي لقيت خالي فارشة وما خبرتك، ممكن تقولي لي ليش ما خبرتك امي؟ طيب خالي فارشة معنا اختك، هي بنتها لستي وبنت حمالها بابا، بس ما خبرت اي حدا منكم. بمين اتصلت؟ طبعا بارجون. شو دخل ارجون بهالقصة؟ ليش اتصلتي بارجون؟ هي بس بدها حجة يا أمي، أنت ما بتعرفي، هي بس بدها حجة لحتى تلتقي بأرجون بالسر. أوفي أمي شوفي حقيقتها لهالبنت، هي مانا بريئة مثل ما بتبين. لسه هلأ لهلأ بتلتقي بأرجون ولسه على العلاقة معه من ورا ظهري. أمي هي دمرت حياتي الزوجية كلها وعم تفرجي الكل قديش منيحة. ألو ألو أوفي؟ أوفي مشغولة كتير، تركت موبايلها هون. بوني ماشي ليلى، أني رح أوصل بعد شوي تمام؟ ماشي. أرجون رح يوصل لهم هلأ، خليني روح وحرده كمان. استاذ، استاذ منيح انك وصلت جوا. شو جوا؟ استاذ ما بعرف شو صاير لأوفي. شو صار لأوفي؟ لك عم تتخانق مع بورفي جوا. شو؟ لك شو هالحكي الفاضي؟ احكي بورفي، شو عم يصير بينك وبين هارا؟ خلص أوفي معي شوي بقى. أوفي أوفي هلا بدي أعرف. خلاص يا أوفي اهدي. أوفي أوفي اهدي خلاص أوفي أوفي. أنا عم قلك بكفي بقى، قاعدة عم تلوميها إنه نحن على علاقة ببعضنا، أنت مجنونة شي؟ أنا كم مرة بدي أشرح لك إنه نحن ما في شي بيناتنا أبداً،
ومثل هيك شغلة صغيرة مخك ما عم يستوعبها. أوفي، نحنا إذا تزوجنا فبس بسببها لهي البنت، بس بسببها، مو أنتي أو أنا، كل الموجودين هون بيعرفوا بهالشي هاد. عم تفهمي علي ما؟ لك هي مانا كذبة، أنا وياها ما في شي بيناتنا أبداً. خلصنا أرجو. معلش استنى شوي بس علي، ضروري فهمها، هي مانا عم تفهم علي. أنتي جواب شو عم تطلبي منا؟ لقائنا بالمول؟ أنا كم مرة فهمتك إنه نحنا رحنا لهنيك وقتها كرمال اجتماع مو أكثر؟ لا أنت عم تكذب، لا تكذب علي، سكرتيرتك اللي خبرتني أنا اتصلت فيها وهي قالت لي إنك ما كنت بالاجتماع. تماماً، لأنه قبل ما تتصلي أنت إجاني اتصال من بورفي ورحت كرمال الاجتماع. هي البنت أوفي خلت أهلك يرجع وحبك كمان يرجع، وأنت هلأ عم تتهميها قدام كل العيلة لك، أنت سخيفة. حلو كتير، هي كمان علمتك هيك كل هالقصص الكذب؟ علمتك كيف تخدع حدا وتضحك على عقلاته بقصص ما لها طعمة؟ أوفي سكتي بقى. طيب قلي لك أنا لشوف، هي ليش بتبعت لك رسائل؟ أرجون تعال لاقيني، أرجون أنا بدي أقول لك شيء ضروري. حلو، وعم تراقبي موبايلي. تمام، بعد هالشي ما في داعي نحكي أبدا. شو بدك أعمل لك؟ سكتي. إذا مرتي ما كان عندها الثقة فيني ليش بدي أحكي؟ لكن شو أعمل أنا أرجون؟ إذا كان زوجي عملتيه مع خطيبته السابقة بالسر وعم يحكي معها لسا وفوق متوقع إنه أنا ما أعمل ولا شيء، طيب شو ساوي؟ قول توثقي فيني هذا المفروض. وثقي فيني هذا المطلوب. طيب أنا الغلط طبعا وبورفي دائما صح، بس أنا هلأ بدي جواب على سؤال واحد وما رح روح لمحل قبل ما أسمعه. أنت لسه لهلأ بتحبها لبورفي إيه ولا لا؟ خلص. شو؟ هلأ بدي أعرف. أنا قلت خلص. بتحبها لبورفي لهلأ إيه ولا لا؟ إيه أنا بحبها. أنا لهذا اليوم بحبها لبورفي، أنا بحبها. آسف، آسف يا جماعة، أنا آسف، بس حاولي تفهميني أوفي. إيه أنا عم بفهم، أنا أصلاً كنت بعرف من قبل إنه أنت بتحبها كتير لبورفي. أوفي رجاءً. لا خلاص، أنت يمكن تزوجتني بس أنت بحياتك ما عملتني كزوجة. ما هي كانت دائماً بيناتنا، بس كنت حابة اسمعها من تماك. أوفي عادي أرجو، مو مشكلة. شكراً، شكراً لك على كل شيء. بورفي انتبهي عليها أمي. أوفي أمي أنا ما بدي أحكي مع حدا هلأ. أوفي لحظة، أوفي أنا مو حابة حكيكي عن اللي صار هلأ، بس بدي أعرف عن شغلة واحدة أنتي حكيتيها جوا، يعني بينك وبين أرجون لسه ما صار علاقة حقيقية؟ بورفي 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 لحظة بس اسمعيني. اتركني رجاءً أرجون، بالأساس علاقتنا معقدة واليوم أنت خليتها تصير أسوأ من الأول. ليش أنا شو اللي عملته يا بورفي؟ بس حكيت الحقيقة، أوفي كانت عم تتهمنا بلا سبب وما في هيك شي بيناتنا. أرجون أوفي كانت فهماني القصة غلط، بس سوء التفاهم ممكن ينشرح. أوفي بتكون مرتك وطبعاً من حقها أنه تسألك وعندها حق أنه تشك فيك كمان. أنا كان بدي أوضح سوء التفاهم اللي صار، بس حضرتك إجيت و... أمي الحكي اللي حكاه أرجون جوا كله مزبوط، يعني هو تزوجني بس كرمال بورفي. أمي ما سمعتي يعني؟
هو لحد هلأ بيحب بورفي ما بيحبني إلي. طيب بورفي شو بعمل أنا بهالقصة؟ أنت اللي قلتي لي إذا كنت بحبك عن جد بتزوج على أوفي، وهي تزوجتها، شو فيني أعمل لسه؟ أرجون أنت ما عم تفهم علي. شوف أرجون، أوفي التزمت وهي وفت بوعدها وقبلت بوجود أمي، وأنا وفيت بوعدي وعطيتك أوفي لإلك. أرجون أنت صرت حدا متزوج، اللي فينا نعمله هلأ إنه نوفي بوعودنا الخاصة ونعيش حياتنا الخاصة. أنا أساساً أذيتها لأوفي. لا أنت ما أذيتي حدا أبداً بورفي. بلا أنا أذيتها كتير لأوفي. أنا كان مفروض خبرها على كل شيء قبل ما يصير. ما هي أصلاً بتعرف كل شيء، يعني ما في داعي تخبريها ولا في داعي تشرحي أو توضحي لها شيء. لا في داعي أرجون، لأنه ما في شيء بيناتنا مثل ما هي حاطة براسها. نحن ضروري ننقلها كل شيء بوضوح. بس أوفي هيك موضوع مهم، ليش لحتى تجيبي سيرة هيك موضوع جدي بالحفلة وقدام كل اللي موجودين؟ ما كان فيكي تحكي لأرجون بالقصة بينك وبينه مو قدام كل الناس؟ أمي أنتي هلأ متضايقة مني لأني حكيت بهيك موضوع حساس قدام كل الموجودين. معناتها بس فكري قديش أنا بكون متضايقة هلأ من زوجي اللي حكى قدام الموجودين وهيك بكل بساطة إنه ما بيحبني وإنه بيحب بورفي وبس. أمي فكري بالشي اللي ممكن كون حاسة فيه، مع أني عملت جهدي وحاولت كتير أرجون تزوجني إلي، بس هو لسه ما عطاني أي حق كزوجة. طيب بس فكري فيني قديش بكون عم عاني. بورفي بورفي بورفي، لك شو هالجنان تبعك؟ انت شو بدك تعملي؟ انت اللي عم تتصرف بجنان مو انا أرجون. اللي طلبته منك من قبل تتقبل أوفي وتنساني انا، بس لا، صح انتوا الاثنين تزوجتوا بس لحد هاللحظة ما قدرتوا تصيروا واحد. هي اسمعي بورفي، انا مو سهل علي ابدا اني اعمل هيك. انا بحبك انت ولحد هاي الثانية بحبك انت وبس، مستحيل اقدر اعطيها نفس مكانتك. بس انت المفروض تعطيها هاي المكانة لأوفي. اسمع، أنا قلت لك لازم تتقبل أوفي، بس أنت ما رديت علي. شفت شو صار اليوم؟ أوفي حكت قدام الكل، كل الموجودين عارفوا حقيقة علاقتكم أنت وياها. وإذا أرجون، يعني كل اللي كانوا بالحفلة عارفوا أنه لساتك بتحبني لحد هذا اليوم. ما الكل كانوا بيعرفوا هذا الشيء أساساً. لك أرجون هاد كان ماضينا، بس مستقبلك اليوم مع أوفي. أنا فكرت أنه وقت أنتوا الاثنين تتزوجوا أنك تقدر تنساني تقدر تتقرب من أوفي كمان، بس لا أرجون، أنت بكل بساطة اليوم اعترفت بحبك لإلي، وهيك رح تخليني مضطرة بعد عن طريقك بعد هلأ. يا بورفي أنت شو عم تقولي؟ إذا أنت كنت مانك قادر تنساني لحالك، فأنا رح اضطر أني بعد عنك. بورفي لا تعملي هيك. أنا ما عاد عندي خيار تاني، أنا ما فيني، ما رح أقدر أتحمل نظرة عيلتي وكرهن لإلي. بس ما حدا من عيلتك بيكرهك بورفي، ما حدا منهم بيكرهك صدقيني. رح يكرهوني من بعد اليوم، لأنه هنن هلأ رح يكونوا مفكرين إنه أنا اللي واقفي بينك وبين أوفي. لا مو هيك القصة بورفي، أنت ما عم تكون عادل بزواجك، بس أنا رح أكل العقاب. لك أنت عندك الفرصة الأخيرة اليوم، إذا عن جد بيوم من الأيام حبيتني رجاء بترجاك إنه تبلش حياة زوجية جديدة مع أوفي. وأما بخصوصي أنا أرجون، أنا بظن إنه طول مو أنا حواليك وقدام عيونك أنت ما رح تقدر تتقدم بحياتك. لو سمحت بدي توعدني بعد اليوم بأنك رح تعطي أوفي مكانتها، المكانة الحقيقية كزوجة، وكمان رح تعطيها كل حقوقها. إذا أنت عن جد حبيتني بيوم من الأيام أرجون، المفروض أنك تعمل كل شي بقلك عليه أنا. أرجون بدي تغمض عيونك، إذا بتريد يلا غمضه. عم قلك رجاء كرمالي. ما رح تقدر تنساني إذا اطلعت علي وأنا عم روح. أرجون من بعد اليوم إذا خطرت عبالك وتذكرتني رح تتذكرني كشخص صار كتير بعيد عن عيونك، وكشخص ما رح تحاول تلاقيه بحياتك، وحتى لو جربت ما رح تلاقيه.
حاول تفهم حالك، أكد لحالك إنه في وحدة بنت اسمها بورفي بعمرها ما كانت بحياتك. لازم توعدني بعد اليوم إنك ما عاد تفكر فيني أبدا، وعدني. أنا بوعدك يا بورفي، لحد هاليوم أنا عملت كل شي كرمال حبك بس، ورح أعمل هيك. ما رح دور عليكي أبدا، بس بحبك بورفي. أنا قالت لي امي انك ضبيتي غراضك. شو لوين رايحه؟ ما فيك تروحي، ما رح تطلعي من هالبيت على اي مكان، عم تفهمي؟ قولي لي شغله وحده، ليش لازم تتركي هالبيت؟ ليش لا تروحي؟ شو هو السبب؟ قولي. انا رايحه كرمال ارجون يكمل حياته، بس هذا السبب ولا في شي تاني؟ في سبب تاني. أنا ما بتحمل شوف أرجون عايش مع حدا تاني غيري. إذا بعدت عنه يمكن يكون أسهل علي لأقدر أنسى. أمي عم أقلك الصراحة، هيك مو بس عم ساعدها لأوفي، عم ساعد حالي كمان. بس بوري أمي، رجاء حاولي تفهميني، إذا شخص واحد من هالبيت عرف وين أنا عايشة فصارت واضحة، أرجون كمان رح يعرف وين أنا عايشة ورح يحاول يلاقيني، وما بدي هالشي لأنه إلا ثقة أوفي اللي عم حاول خليها تروح رح ترد ترجع. لا، أنتي ما رح تطلعي من هالبيت أبداً بورفي. إذا أنتي غبتي عني دقيقة واحدة أنا بموت من القلق عليكي. أنتي حياتي بورفي، ما رح تروحي على محل أنا رح. اسمعيني بترجاكي، ما تخافي علي حبيبتي، ليكي وين ما أنا رحت لعيش رح ضل عم أتواصل معك. لا، ما أنا قلت إنه ما رح تروحي على محل، عيلتك كلها هون وأنا وستك والكل، ليش بدك تتركي كل عيلتك وتروحي؟ أنا مستحيل خليكي تروحي على محل بورفي. أنا بعرف إني جزء من هديك العيلة، بس أنتي جزء مني أنا، وهالشي حقيقة. ما بخليكي تروحي على محل، خلص قررت. أنا ما فيني أتخيل حياتي من دونك. لما رجعتي اجتمعتي بعيلتك، في كتير مشاكل عم تصير معكم بسببي أنا. لا بورفي، هاد أمي ما هداكي أنتي، الباقي كلهم تأثروا بوجودي معكم. أنا لازم روح، ما فيني ضل أكتر من هيك، ما فيني أبقى أكتر. أمي أنا هلأ صار لازم بلش حياة جديدة لحالي. تخيلي يا أمي هاي النهاية، بورفي هاي النهاية. أنا كيف بدي خليكي تروحي؟ كيف بدي أتركك؟ جانا إمتى؟ شو صاير؟ ليش عم تبكي؟ جانا شو صار؟ مازن، اليوم بنتي بورفي عملت الشي اللي لو كنت محلها كنت رح أعمله كمان. شو يلي صار جانا؟ شو عملت بورفي؟ تركتنا كلياتنا وراحت. بورفي تركتنا كلياتنا وراحت. شو؟ كل علاقاتنا
عائلتنا وبيتنا خلص تركت كل شيء. جانا انت شو عم لوين راحت؟ تخيل ما قالت لي ولا شيء، ما رضيت تحكي ولا كلمة. بورفي تركتني وراحت. مازن هي بس قالت انه اذا بتترك كل شيء وبتروح رح يكون احسن لكل اللي بالعيلة. يا مازن لك بنتي تركتني وراحت. بس جانا هي لوين راحت؟ مازن لحد هلا انا عملت كتير شغلات كرمال عيلتنا. يا مازن دايما كنت فكر بمصلحة عيلتنا، فكرت بمصلحتك وفكرت بمصلحة اولادنا قبل كل شيء. انا دايما كنت ضحي بسعادتي، بس اقول لك الصراحة مازن انا بحياتي ما تمنيت هالشي، بحياتي ما تمنيت حدا من اولادي يورث مني هاي الصفة يضحي بسعادته كرمال الباقيين. بس بورفي يا مازن، بورفي هيك، بورفي ورثت هالصفة مني، هي تركت كل شي وراحت. أنا عن جد ما كنت متمنية إنه تخلق جانا تانية بعيلتي بنوب، اللي بس بتبكي وما بتعمل شي واللي لازم تضحي بحالها وبسعادتها كرمال سعادة اللي حواليها. بس بورفي بعملتها اليوم أثبتت إنه هي بنتي. مش الحال، كل شي انتهى، بنتي خلص تركتني وراحت. مازن لك هي تركتني وراحت، خلص تركتني وراحت لبعيد. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.